أرحب بكم مشاهدينا الأعزاء في هذه الفقرة الخاصة والمتميزة عبر برنامج مساء الإمارات، فقرة الأماكن. احنا اليوم موجودين في موقع أو مكان جدا متميز أيضا في مدينة العين. هذا المكان له عدة أسامي صراحة، النباغ أو بدع بنت سعود أو وادي الحمام، كذا اسم له. طبعا أول ما ينزل المطر هذا المكان مستحيل الواحد يحصل فيه مكان من الاستحام، يجون الشباب يتجمعون، العوائل أيضا تكون هناك، ممارسة رياضة السيارات، الدراجات النارية ذات الدفع الرباعي. هذا المكان اللي يميزه أنه مكان مفتوح صحراوي، مكان جميل، هواء نقي، وأيضا موجود في هذا المكان مركاض للبوش. في هذه الأثناء في هناك أتوقع أن مفحام بسيط للبوش استعدادا لاستقبال الموسم. هذه كانت تغطيتنا مشاهدين الأعزاء لفقرة الأماكن لهذا اليوم. طبعا المكان جدا جميل، أنا شخصيا أحب هذا المكان. هذا المركاض في الموسم راح يولع، نتمنى إن شاء الله الناموس لكل المشاركين في الموسم القادم. نشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة، إلى أن نلقاكم في تقارير أخرى. شكرا لكم.